عالم التلقي والتمتع بالدعم والتمتع بالمساعدة إلى عالم المسؤولية، يصير فيه مسؤولا ليس فقط عن نفسه وليس فقط عن ذويه، وإنما هو كل يوم يكون مسؤولا عن أناس لجأوا إليه وألقوا لديه بكل همومهم وأثقالهم والمظالم التي لحقتهم والأخطار التي تتهدمهم، الأخطار التي تتهددهم والحقوق التي يسعون للحصول عليها. هذا دور بالغ الجسامة ومسؤولية شديدة الثقل اللي فيها القرآن الحكيم تحدث عنها تحت عنوان الأمانة، فقال سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد إنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. من الدقيقة اللي بعد ما هتحلفوا اليمين وهتذهبوا للأتوبيسات الموجودة بالخارج إلى مقر النادي النهري لاستلام الكرنيهات، ستبدأ في حياتكم مرحلة جديدة بالغة الأهمية إلى آخر العمر. هي بالغة الأهمية ليه؟ لأن كل محامية ومحامي حمال، حمال هموم الناس، حمال لغايات الناس، حمال لآلام وآمال الناس، حمال لحقوق مضيعة أو حقوق مهددة ومطالب بأن يحميها لأصحابها أو أن يردها إليهم إذا كانت قد سلبت منه. يا ترى كل واحد فينا سيؤدي هذه الرسالة؟ وأنا حريص على أن أنا أسميها رسالة، دي مش مهنة، دي رسالة. لمجرد أن أقول أنا جدع، طب وأنا جدع دي هتتصرف فين؟ أنت هتتصرف فين؟ ما تتصرفش. المهم إنك أنت تبقى جدع فعلا، وتبقي جدع فعلا، جدع بالعافية بالعضلات، لا بالمخ مش بالعضلات، بالعلم والمعرفة والثقافة مش بالإدعاء. في ناس قالوا عليا ده عنده 80 سنة 81 سنة، أنا مش جاي في نقابة المحامين أشيل حديد، مش جاي أشيل حديد، أنا جاي أحط عصارة فكري وثقافتي ومعرفتي وخبرتي في حضن المحاماة وفي رعاية المحاماة والمحامين بالمخ مش بالعضلات. بمشي اتهكى على اصايا، امشي اتهكى على اصايا، بس ده متهكعش. من الحاجات اللي يعني الحقيقه زعلتني، عشان كتير مننا من اللي قبلكم مش فاهمين يعني ايه محاماه، مش فاهمين ان المحاماه علم ومعرفه وثقافه هي التي تيسر للمحامي والمحاميه امتلاك الحجه والقدره على عرضها. وبالتالي زي ما قلت للي كانوا قبلكم، أنت مطالب بأن تعرف كل شيء. المحامي لا يقتصر على العلم بالقانون، يجب أن يعرف فلك وطب شرعي وفلسفة ومنطق وأديان، سواء ديانته أو الديانات الأخرى. يعني أنا درس المسيحية كما درست الإسلام، بل ودرست اليهودية. حينما تريد أن تكون مثقفا وأن تكون قادرا على أن تعالج، لازم ده يتنور، ولازم المساحة دي تعرض مساحة الثقافة والمعرفة، لأنه القدرة على التوليد لا تستمد من فراغ، وإنما أساسها العلم والثقافة
والمعرفة. أدهشني أن أنا لقيت أن من وجهي أن أيسر مقالاتي لزملائي المحامين على موقع النقابة، لأن مش كل واحد قادر يشتري جورنال، وربما ما عندوش فيسبوك أو ما هوش قادر يوصل لصفحتي، لأن أنا كل مقالاتي بنزلها على صفحتي وعندي 135 ألف متابع. يعني مانيش راغب في دعاية، إنما أنا راغب في إنه العلم بتاعي ده والثقافة المتنوعة أحطها قدام المحامية والمحامي. فأنا بكتب يوم السبت في أخبار اليوم، يوم الاثنين في الأهرام، ويوم الأربع في صوت الأزهر، ويوم الخميس في الشروق، ويوم الجمعة في الوطن، وكل أسبوع بعمل برنامج مع الله مرتين بيتزع على صوت العرب. ارتقيت من واجبي إن أنا يسر هذا الكلام لزملائي المحامين والمحاميات على موقع النقابة. يخش واحد يقول لك انت مالك، خليك في نفسك. لا، خليني في نفسي، ده انا بعلمك، انا اتيح لك العلم، اتيح لك المعرفة بالمجان. هل طلبا لشهرة؟ ده انا مشهور اكتر ما عوزت. والشهرة يعني في ذاتها كده، ما هو سفاح كرموز كان مشهور. الشهرة في ذاتها ليست مطلب، انما حسن الذكرى، حسن السيرة هو المطلب. فكيف انك انت بتضيق بان نقيبك، يعني مثلا اكتب انا مقال عن امانة المحاماة، عن ادب المحاماة، طب ما انت لازم تعرف. انت ما انا الكلام ده كله انا قايل معظمه في كتابي اللي منشور سنة 2008 بعنوان رسالة المحاماة، انما انا عاوز اوصلها لك بالراحة، اديك العصارة، اديك البهريز. بتعترض ان انا بيسر لك حاجة هتفيدك؟ طب مش عاوز تقراها عشان انت كارهني، ما تقراهاش، بس مفيش داعي تشتمني وتتطاول عليا بحجة ان انا يعني بفرض عليك. انا ما فرضتش عليك، لان انت تيسر، ولكنك لا تفرض على احد ان يقرأ. لا احد يقرأ الا ما يحب ان يقرأ. يا ترى انت اي حد فيكم في طموحه وتطلعه هل رسم لنفسه خريطة، خطة لملء ساحة عقله وذاكرته ووجدانه بكم المعارف المتنوعة التي أتحدث عنها، كيما يتاح له أن يكون صاحب بيان وصاحب حجة وصاحب برهان قوام العلم والمعرفة؟ أنا من حوالي 20 سنة كان عندي قضية في اسكندرية، وآثرت أن أذهب بالقطار، لأن أنا وقتها ما كانش عندي سواق وأنا اللي بسوق، فحروح اسكندرية وأرجع من اسكندرية رايح سايق وراجع سايق، يعني مرهقة. فقلت أركب الديزل وأروح المحكمة وأترافع وأرجع على قد أنا وحظي يعني. فشاء ربنا إنه الجلسة خلصت بدري، فطمعت إن أنا ألحق ديزل الساعة 1، فواخد شنطتي وطالع في شارع صفية زغلول عشان ألحق محطة مصر ألحق الديزل، ما لحقتوش. فرجعت أتمشى وأتسكع عشان أخد الديزل اللي بعده، فلقيت نفسي قدام مكتبة اسمها مكتبة سلامة موسى. مكتبة سلامة موسى، أنا واثق إنه 90% من اللي في القاعة لا يعرف من هو سلامة موسى، ويمكن اللي معايا من أصدقائي. سلامة موسى ده مفكر قبطي عظيم من عظماء مفكري مصر، وده دليل برضو على أنني لا طائفية لدي، أنشد الفكرة حيث أجده. فكان سلامة موسى من جيل العقاد وطه حسين وقبل زكي نجيب محمود وقبل نجيب محفوظ وجيل توفيق الحكيم، جيل العظماء اللي هم أضراح التنوير في مصر. وتميز طوال حياته بأنه مفكر لا يكتب إلا الجديد، لا يعيد أي حاجة، وإنما كل فكر جديد تحتاجه الأمة يطلعه. نفعه في هذا إن هو
في مقتبل حياته التحق الأول بمدارس الأحد وكونها ودعمها، وبعد كده سافر فرنسا سنوات، وبعد كده سافر انجلترا سنوات، فتوسعت معارفه خارج دائرة التعليم الرسمي زي عباس العقاد، بقى عنده معارف واسعة جدا، وأنا شديد الاحترام له، ولا فتني أي حاجة ليه ما أرهبش، يعني الحاجة اللي أقع عليها للسلامة موسى ناس مراها. فأنا رأيت مكتبة في الساحة اللي هتطلعني على محطة مصر في اسكندرية مكتوب عليها مكتبة سلامة موسى، فشدتني الأشواق ودخلت المكتبة لأعرف أن الذي أسسها عبد الرؤوف سلامة موسى، أو رؤوف سلامة موسى ابن سلامة موسى، بلغ وفائه، بلغ وفاؤه، متأسف عارفين أنا غيرت ليه؟ لأن وفاؤه هنا فاعل يبقى مرفوع، دي جزء من لازم تعرفوه، اللغة مش مجرد مفردات، اللغة نقل وصرف، وهذا لا يمنعك من أن تلجأ أحيانا إلى العامية، بس تلجأ لها لأنك تجد أن العامية أقرب إليك في إيصال أو توصيل فكرتك من اللفظ الإيه؟ الفصيح. دخلت المكتبة وقعدت بقى أتصفح الكتب، فلقيت إن فيه شق يعني مش موجود عندي، فلميت كل اللي مش عندي من مكتبة سلامة موسى وشلته كده في لفة، وقلت أنا هنتعها في القطر إلى القاهرة بس سأفعله هذا. من ضمن الكتب اللي أنا عثرت عليها كتاب لسلامة موسى اسمه كيف تتثقف ذاتيا، بحكي القصة الطويلة دي عشان دي أنا قبل أن ألتقي مع هذا الكتاب أزعم أن تثقيفي كان عشوائيا، ما أقع عليه أقرأه، إنما مش من ضمن خطة، وعشان كده تلاقوا فيه موضوعات يعني قطعت فيها شوطا كبيرا وموضوعات علمي فيها يعني حبة شوية كده يعني أو قاصر يعني. لقيت سلامة موسى بيستخدم خبراته في هذا الكتاب عشان يرسم للقارئ خريطة كيف يتثقف ذاتيا في العلم بالإلهيات وفي صلة الإنسان بربه، في الفلسفة، في المنطق، في الأدب، أدب الرواية وأدب القص وأدب الشعر، في القانون، في الأبحاث الجديدة، ويضع في كل باب من هذه الأبواب أهم وأعمق 10 كتب في هذا الباب. يسر لك لك الخريطة وقال لك تحط إصبعك هنا هتلاقي كذا كذا كذا، حط إصبعك هنا هنا هتلاقي كذا كذا. أنا هذا الكتاب اللي أنا قريته دلوقتي من 40 سنة، أنا كان من 20 سنة قبل سنة 2000، يعني فات عليه 40 سنة دلوقتي. يوم أنا ما قريته أنا كاتب عليه في الهامش مش كده على وش الغلاف، كنت أتمنى أن ألتقي بهذا الكتاب من 40 عاما عندئذ كان كفيلا بأن يوفر علي الشتات الذي عشت فيه طلبا للإيه؟ للعلم والمعرفة. أنا بقول لكم أمثلة من الحياة عشان تعرفوا أن كل واحد فيكم مطالب من النهاردة أنه الكلية فتحت أبصاركم وادتكم مفاتيح العلم بالقانون، إنما أنتم مش ما درستوش في الكلية الطب الشرعي، هيشتغل جنائي الطب الشرعي ده عالم كبير جدا لازم المحامي أو المحامية يبقى على علم بيه. كان أيام أبي أنا رحمة الله عليه كان بيدرسوا الطب الشرعي على دكتور إنجليزي الشهير بالإنجليزية، الكتاب موجود اسمه سيدني سميث، الكتاب ده أعيد تصويره موجود، إنما بقى فيه فطاح دكتور يحيى الشريف وأساتذة كبار مصريين كتبوا في الطب الشرعي. ما يستحال أنك أنت تشتغل جنائي في قضايا قتل وقضايا ضرب، والدليل ده معرفة الدليل
ومناقشة الدليل دي مسألة مهمة جدا، واللي فيكم بيقرأ القرآن يشوف كيف إنه واحد من أهلها، أهل امرأة العزيز، هو الذي أبرأ ساحة يوسف بالدليل الفني. إيه حكاية الدليل الفني؟ وإحنا في أي قضية في دليل قولي اللي بنسميه البينة أقوال الشهود، وفي دليل فني تقارير البصمات مثلا في التزوير، تقارير الطب الشرعي في الإصابة أو في العاهة أو في القتل أو في الضرب المفضي إلى موت، يعني التقارير الفنية بتتعدد، والمفترض أن تتسق الأدلة القولية مع الأدلة الفنية. فإذا ما حدث تعارض بين الدليل القولي والدليل الفني دل هذا على أن الدليل القولي كاذب. ليه؟ لأن الدليل الفني أبداً لا يكذب. يعني لما يقول البصمة دي بصمة رجاء عطية، ما ينفعش واحد شاهد يقول دي مش بصمة رجاء عطية. ليه؟ هذا دليل فني قاطع ويقيني. عشان كده الدفع بالتعارض أو التناقض بين الأدلة القولية والأدلة الفعلية من الدفوع الجوهرية التي يتوجب على المحكمة أن تعرض لها بالتحقيق، كيما تستظهر صحة أو عدم صحة، صدق أو كذب الأدلة القولية، أو حتى فساد الأدلة الفنية. لشاهد من أهلها ده هو اللي قال للعزيز، قال له انظر فإذا كان قميصه قد قد من قبل فقد إيه؟ صدقت وهو من الكاذبين. وإذا كان أو إن كان قميصه قد قد من دبر، يعني بيجي هو يشده عاوزاه، فقد إيه؟ صدق وهي من الإيه؟ من الكاذبين. فنظر العزيز فوجد أن قميص يوسف قد قد من إيه؟ من دبر، فقام الدليل على براءة يوسف. الكلام ده احنا كمسلمين مثلا راه لا يستوقفنا ان نستخلص الفكره عاوزه مفكر وعاوزه تفكير. حينما تقرا في الانجيل قصه المسيح عليه السلام مع مريم المجدليه اللي راحوا يتهموها اليهود، راحوا يتهموها بالزنا والدنيا مقلوبه عليها، يقول السيد المسيح اشتغل محامي قال لهم من كان منكم بلا خطيئه فليتقدم وليرميها بحجر، فاداروا ظهورهم وانصرف. هذه حسن استدلال، هذه حجه، والحجه دائما تكسب. انا عندي كتير احب اقوله لكم يعني، ويمكن لو ربنا مد في عمري وهنلتقي مرارا انا يعني عندي اللي اقوله لكم يعني، بس انا النهارده عاوز اوصل لكم من اللحظه دي كل واحد فيكم يتحول الى شحنه حيه حماسيه باحثه عن العلم والمعرفه في مظانها. انما يدين للمحامي او المحاميه هذه المعارف والعلوم يصير صاحب علم وصاحب معرفه، وحينما يخلص في حمل الامانه التي يحملها ويتحدث الى قضاته هيجد ان هذه الذخيره من المعارف والثقافات والعلوم تسلحه بالقدره على العرض والقدره على الابداء، ابداء الحجه والقدره على الاقناع بها. المحاماه يا اساتذه في كلمه اقناع. لن يتيسر لاحد منكم أو لواحدة منكن أن تصل إلى هذا الإقناع إلا بالعلم والمعرفة والموهبة وحمل الأمانة بإخلاص. أسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يحقق بكم ما نتمناه من جيلكم من تطلع كبير إلى عودة المحاماة إلى عصرها الذهبي. استأذنكم في أن احنا هنقسم اليمين وقوفا
وأنا سأتلوه عليكم، وآمل أن أرى ارتجاج القاعة بحماس في حلف اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم. لا 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 مش حلوة دي، لا لا عاوز جنب. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. ألف مبارك، ستأخذكم الأوتوبيسات للسلام.